عم يضربك ضرب. قال شو؟ قال بدها الحباشات تتعمل مباركة. ليش؟ جايبت لي 2 توم بنات وطايف يقطفوكي انت وبناتك لارتاح منكم. انت بدك تجيبين الصبي؟ انت بدك تجيبين الصبي؟ يوه ليش شبههم البنات؟ ان شاء الله بيقبروا قلبي البنات ما احلاهم، احلى من مليون صبي. هلا اذا قلنا بكره يا فكري كم صار حيكون في عندك؟ اذا انا صار عندي 5 بنات، واذا درتي في ريال ولدت وجابت له ان شاء الله يا ربي جاه النبيتون بنات بصيروا 10، واذا كمان درتي افتكار جابت له بنتين ان شاء الله يا ربي جاه النبي بصيروا 12 بنت. يعني دزديني، يعني يا فكري اللي مو عاجبك البنات بصير عندك جيش بحاله. على شو شايف حاله؟ ها في احلى من البنات؟ يابي بدي اخذ الاذن منك عبارك للحكمة تخانوا بيقوم السلامة. ايه شو علي بابا؟ شو علي؟ لازم تروحي وتاخذي لهدية تكون هدية مرتبة ونقوط يعني يلفت النظر. ايه اكيد يابي ما رح روحوا ايدي فاضية، يعني ما حلوة بحقك وبحقي، انا بنت الباشا. شو علي يا جويش؟ شو علي؟ عم تصيلي قهوة فيها ملح؟ والله والله ما راح انسى لك اياها والله. شوف ريال، نيمتي الصغيرة؟ ايه نيمت الصغيرة، العمى على هالمصيبة، هي بتخلف ونحن بنربي، هذا الناقص والله. العمى؟ لا كنا نخدمها، صرنا نخدمها إلها ولبناتها التوم كمان. آه يا فريالة، لك إذا ربك خلق الناس ما قامت. بعدين يلا نحن لبعض والخليات باليد. بالله شو قصدك؟ نحن مو ولادين عالم وناس؟ ولا لانه ابوها كان موظف كبير بالحكمدارية؟ هاي انت قلتيها، مو مثلنا يا حسرتي. ابونا كان يا دوب يطعمينا ويشربنا. لك فريال، شغلتين اللي بيعملوا بني ادم بهالايام، المنصب والمال. المال عز يا فريال، عز. اي والله مزبوط يا قدرتي، المال عز. هلاك الباشا معه اموال ما بتاكل النيره، والهدايا اللي جابها لبنته حكمت بتعادل قيمه الهدايا اللي جابوها كل اهل الحار. مع انه ابوه قبل ما يتوظف كان فقير منتوف عايف حاله، ولما استلم المنصب صار صاحب عز وجاه وصار ما عاد يتحاكى ابنه. لك هلا كبرتي، ليش مفكرة المنصب قليل؟ لك هدول كيف بدهم يضحكوا؟ على طول جيوبهم تليانة. شو استفدنا؟ جيوب مليانة وعقول فاضية. اي والله نحن عنا عقول توزن حارة بحالها. بس يا حسرتي مالنا حظ. بس يلا بلكي ان شاء الله قدرتي حكمة بتساوي لنا شي مشروع وبنستفيد منه، بتنفتح علينا طاقة الفرج، قولي امين. هي علينا فريال، خلص اطلعي من هالسيرة. في شغلة مهمة بدي اقول لك اياها. شو هالشغلة المهمة؟ بخصوص بنتك منيرة. شبهها منيرة؟ لك شبكي ما بها شيء. بس صار لها بالحساب 4 سنين عم تروح على الكتاب وما عم تستفاد شيء. أنا قلت لحالي بتجي مع أخواتها تتعلم الخياطة عندي. إي والله مانك سهل يا درساني. حبيت الفكرة. ولا لحتى أعمل لك إياها معلمة خياطة ما لها أخت بالشام. لك الله يجبر بخاطرك إلهي. يا سلام تتعلم منك وبتصير متقنة وبتصير أحسن معلمة خياطة. يا رب. يعني هلا أنت موافقة؟ لكن موافقة. قولي لها رايحة أقول لها وجيب لك إياها فورا تقبشيني. إن شاء الله شو قلبك طيب. منيرة خير فارس؟ شو هالموضوع الضروري هذا اللي جبتني كرفتي من شانه؟ من شان الورتة مختار. أنا ورتي؟ ورتة المرحوم أبي. ليش شبه الورتة؟ هي انت ما شاء الله محوط على كل شيء ومو تارك شيء لاخوه فكري. حقي مختار، حقي. وصية ابي الله يرحمه انه اخي ما بياخذ شيء من الورتة الا اذا كان وحدة من حريمه جابت له صبي. مزبوط كلامي لما انا غلطان؟ مزبوط. بس شو عدم ما بدا الا
مختار مثل ما انك شايف اخي بزرته كلها بنات ونسوانه ما بتخلف غير البنات، بقى حل لنا اياها. بس لا تنسى كمان انه اخوك متجوز وحده ثالثه الخياطه، وهي ما بنعرف شو مخبيت له. ايه سيدي راح تكون مثل ضرايرها، ما بتجيب غير بنات. مركي بزت له شي ولا فال الله ولا فاله، تف من تمك تف. هلا المهم ابو فارس شو المطلوب؟ بدي اياك تنفذ الوصيه. اخي ابوك موصي انه ما تنفتح الوصيه غير بعد 10 سنين، هي صار ماضي على وفاته 9 سنين، يعني اخوك لسه قدامه مهله سنه. يعني بدك يعني استنى سنه كمان؟ اي والله نطف قلبي. شو اعمل انا؟ روح لعند ابوك على التربيه واساله ليش هيك موصي. اخي بدي اشوف الوصيه. ها؟ وليش بدك تشوف الوصيه بار؟ هات لشوف. يلا وينكم يا حليم؟ اهلين يا ابن عمي. اهلين خيال خانم. خدي عني خدي عني. يعطيك العافيه. الله يعافيكي، تناولي. ها؟ سلم ايديك يا رب. هاي الاغراض يلي طلبتوهم. انا راجع على الكركون، ايش كان بدكم شيء؟ بعت لي ولد من ولاد الجيران يخبرني. ايه الله معك ابن عمي. السلام عليكم يا بنات، وينكم؟ دعوا دعوا. خدي امي هات هيك يا عمي، يلا بسرعه على المطبخ. يلا بامرك، يلا بامرك خالتي. اخي الوصيه ما راح تنفتح غير لحتى تنضل مدي عليها، يعني لبعد سنه او لحتى اخوك يجي صبي. هيك وصى ابوك المرحوم رحمه الله عليه، تاكيدا على هذا الشيء الكلام اللي عم اقول لك اياه مكتوب بالوصيه. مختار هالحكي اللي عم تقوله بخصوص توزيع الورثه، بس انا بدي اشوف الوصيه. قل لي لشوف الوصيه موجوده لما لا موجوده لك ما لا موجوده. ايه بدي اشوفها لك هان. ولا مالها بالمضافه؟ لكن وينها؟ ابو فارس انا مخبيه بالبيت، ابوك حلف علي يمين انه ما افتحها ولا حدا يشوفها غير لحتى تمضى مدتها، واللي صبر 9 سنين بيصبر سنه يا ابو فارس. ماشي الحال رح نصبر هالسنه الا بالاخير ما تخلص، وساعتها لكل حادث حديث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شو البني ادم هاد؟ لك مو ناقصه شيء واكل حق اخوه وجاي يسال عن الورثه. العمى شو بالقبيطي؟ الله يسامحك يا ابو زيد يا خلفي. الورثه بتخلف شوكي، لا حول ولا قوه الا بالله. تكرم عيونك يا خانو، إلك علي أعرف لك شو سبب زيارة الباشا لبيت الشاويش. إيه لازم أعرف، لأنه هذا الشيء في إلنا. أكيد أكيد يا خانو في إلنا، كل عمرنا منعرف إنه الباشا بعمره ما بيزور حدا ولا بيستقبل حدا إلا المسائل الكبار. ولك ما أنا هذا يلي محيرني. أنا سلفي كلياته شقفة شاويش، يعني ما رح يفيده بشي. مزبوط، وإذا ما خاب ظني. شو بنا؟ حكيم تحسين بقي اللي بطني. يمكن الباشا حاطت عينه على بنات الشاويش بده يتجوز وحده منهم. ضحكتيني والله، قال بعد الكبرة جبة حمرة. ليش شو بيمنعوا يا خانو؟ شو بيمنعوا؟ مال وجاه وعين الله عليه، يعني بنته صارت صبية وعلى وش جواز، مين بده يخدمه؟ يعني وما لقى يتجوز غير وحدة من بنات الشاويش؟ ليش لا؟ بنات الشاويش حلوين وعين الله عليهم. بعدين لا تنسي لي موضوع الورثة، إذا إجا صبي. هذا إذا إجا الصبي، لأنه هو الوحدة بزت له توم بنات. بس لا تنسي إنه لسه عنده 2 نسوان، إلا مع وحدة منها تبزله شي صبي. يعني اللي تطرق طرق، يخرب بيتك مثل غراب البين، ما بتبشري غير بالخراب. يا
شو هالموضوع الضروري اللي بدك تحاكيني فيه؟ جايب لك خبر من الجو تبعك. لحظة شوي، قوم وقف على حيلك لشو؟ قوم. اسمع يا باشا، بتقول لصاحبك عتريس يساوي لنا كاستين شاي اكرك عجم مشان نعرف نحكي كلمتين على انفراد ونضاف كمان. امو تكرم علينا عتريس. مور يا باشا، جيب لي الصندوق من على الطاولة. امرك يا باشا. اخر ايامك يا مشموش، الله يرحمه ويحسن له. اهلا وسهلا بوصال خانم. اهلا وسهلا. اهلا بآمتك تقبريني. وصلوا المعازيم؟ ايه ليكون فضل. او كيف ضرتي؟ منيحة خير الحمد لله. تفضل تفضل. يلا بس لأفتح الباب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكوثر خانم، شرفتينا والله. حلت علينا البركة بالمأهلة فريال خانم. تفضلي تفضلي كوثر خانم. يا اهلا وسهلا، نور البيت. نور. تفضل يا باشا. لكان بدك تشرب كاسة شاي معي وتحكي معي جوز كلام مهم. هذا رابع واحد بيموت بهي الطريقة على ايد الباشا. ولي على قامتك، ولي على قامتك يا أبشكو. دخيلك يا باشا، دخيلك يا باشا، ناديتني دخيلك يا باشا. والله وراي يا عيني مرة أولاد، والله ما في مين يدفع فيهم. تضرب انت وهالروايح. قوم نظف حالك، قوم قوم. العمى بعيونك العمى. لك امشي، لك امشي، لك يا عيب الشوم عليك، لك يا عيب الشوم عليك، لك استع اولاد الصغار يعنوها. امشي. لك خلصني خلصني. انا لازم لاقي طريقه احصل فيها على وصية من عند المختار. لازم اعرف شو موصي فيها. بركدا ابي كاتب فيها غير يلي عم يقوله المختار. بركدا في شي مراد المختار يقلنا عليه ويكون عم يلعب فينا انا واخي. المختار بعرفه ما بيتأمن له بنوب. لازم الوصية تصير بين ايدي، لازم. بس شلون يا ابو فارس، شلون شلون بدها تصير الوصية بايدي؟ ان شاء الله الف مبروك. الهي الف مبروك يا حلوة الخانم، والحمد لله على عافيتك يا رب. الله يبارك فيك خانم. والله ما في شيء بقيمتك، بس بيقول المثل أرجي عذرك ولا ترجي بخلك. سلمه. وهي خمس تدرع قماش خصت نص، هدية مني لإلك. يوم خمس تدرع قماش للبنات ويصال خان. هي تسلمي لي مشان تعمل كم تحفاضات للبنات. احكي لك شو، شو الموضوع الضروري اللي بدك اياه؟ رح احكي الموضوع بس خلي عتريس يروح. شدنا ما بيصير الكلام هاد ينحكى وعتريس موجود، لانه عتريس بطق براغي. ماشي عتريس، كف ما غياب عنا شوي. بامرك يا باشا بامرك. يلا احكي لك. عمك ابو مرتا اخذ على خاطره منا. لك عم الدبب يلي يعمي عيونك، من وين لوين ابو نجلي صار عمي؟ اه سيدي الطبخه شاطي وطلعت ريحتها، وبكره الناس رح تعرف انك متجوز بنت الناطور ابو نجلي بالسر وينفضح امرك معها. لك شو عم تخبط وتحكي انت؟ اه بس وحياه الطربوش اللي على راسك، اذا طالعت لي ابني شكور من السجن لما خلي زلمه بيعرف انك متجوز الا له انه مالك متجوز وكذبه. انت مين اللي قال لك اني متجوز بنت ابو نجلي؟ اه
ما بقول لك لحتى توعدني. بيجو اول شيء تفتح لي الدكان. ماشي، روح افتح الدكان واشتغل فيها. اللي لشو عن جد باشا؟ لك انا عم بمدح لك عن ليك. احط ايدك على شواربه. ماشي، وين حطيت ايدي على شواربي؟ ها اللي لشو مين هلا الحقيقة؟ اليوز باشي نشأة هو اللي قال لي. اليوز باشي نشأة؟ يب أنا بعرف شغلي معك يا اليوز باشي نشأة. وأنا الباشا. الحمد لله على سلامتك حكمة خانم. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك بعمرك. إيه هاي الهدايا المحرزة. ما في احلى من البنات. عمرني يا عمي الفارس، عاوز لك بموضوع مهم. بامرك انا قلي. صبحي هات كاس الشاي للمعلم زكو. معلم زكو بامرك قلي. احكي لي لشوف هلا انت شلون عم تدبر حالك؟ خليها لربك معلم، خليها لربك. من يوم اللي انحبس عزو والأحوال دارة خالص. شو دخل عزو؟ لا يكون هو يلي كان عم يصرف عليه. شو هالحكي هذا؟ أعوذ بالله. ما كان قدران يدبر حاله، بس يعني بمعيته كان يدبر لي هيك شغلة زق حطاب، زق رمل للمعمرجية، يعني عم نلقوة رزقنا لقوطة. يعني بفهم من كلامك إنك يا دوب كنت عم تطالع حقك لك وشربك؟ أي والله يا معلم، أي والله. والأحوال دارة معلم. لا يكون بدك تشغلني عن دمنك بالحمام. لا بس شو رأيك إذا كان إجتك ذهبتين عم يرنوا رن؟ شلون معلم أفاريس؟ شلون؟ عم أقول لك ذهبتين ذهبي تنطح ذهبي. إلى عينيك معلم، الله وكيلك بحرت لك الحارة حرت وبزع لك ياها فجل وبصل لعينيك. بري عليك بري عليك، أنا ما بدي إياك لا تحرث ولا تزرع، بس يلي بدي إياه منك ورقة صغيرة بتجيب لي إياها وهي وصية المرحوم أبي. أبي أمرك أنا، الله يرحمه ويحسن إليه ويجعل مسواه الجنة. آمين يا رب. آمين. إيه شلون همتك؟ حاضرين. أنت قل لي وين موجودة الورقة لحتى أروح أجيب لك إياها على الحاري. لا بدك تطول بالك شوي، هي بدها تخطيط وتبحيث وتمحيص. ايه تحميص وتحيص هو. إيه بس ما قلت لي والورقه هي وين هي لحتى اروح اجيب لك اياها؟ وين هي؟ عند المختار. بالمضافه؟ لا ببيته. بدي اياك تنزل لعنده على البيت وتجيب لي الورقه بدون ما يحس. ايوه الو. احترامي معالي الباشا، معك اليوز باشي نشأة شخصية. شلون سيدي؟ سيدي أنا ما حكيت. يا سيدي طول بالك، بس افهمني سيدي. العمى سكر بوشي. هذا أكيد أبو شكور هو اللي حاكي له. يخرب بيتك يا أبو شكور. ومظبوط انا هادي اللي بدي اياه بالذات، بس ليش عم تجيب سيرتي؟ الله لا يوفقك يا ابو شكور. بقى شو قلت زكو؟ موافق ولا تدور على واحد غيرك؟ اكيد موافق معلم، بس يعني. بس شو؟ احكي. يعني شلون بدي انزل لبيت المختار والبيت ما بيفضى على علمه؟ اطمن، راح فضي لك البيت من اوله لاخره وما راح يكون في حدا منهم. شلون بقى؟ راح اعزمه لعندي على العشاء هو وعيلته، والبيت بهالطريقه هي راح يكون فاضي. تنزل انت وبتجيب ورقه الوصيه،
هيك بتعمل كل شيء براحتك. ماشي معلمة فارس، هاي انحلت. بس بقى في شغلة تانية. شو هي زكو؟ يعني مثل ما بتعرف انت، انا لا بعرف اقرا ولا بعرف اكتب. على كل حال انت جيب كل الورق يلي بيطلعوا بايدك وانا باخذ منه الوصية. سكو شو قلت؟ نتكل على الله ونعزمنا المختار؟ قول يا رب معلم، قول يا رب. بس تصير طبخه جاهزه اللي رح تدبر اموري. بري عليك بري عليك. اسمع بس، ما بدي اي مخلوق يعرف القصه هي. تمام. شه شه شه، شو هالعتي معلم؟ معي هون حفرنا وهون طمرنا، هذي لا تاخذني يعني. اي مو اول مره بسرق بيوت فيها انا، لا تنسى هي شغلتي وانا مختص فيها. بعرف بعرف، وانا مشان هيك اخترتك لك. طيب معلم، شلون بدي يصير الدفع؟ قبيض بقبيض، بتسلمني بسلمك. ماشي مثل ما بدك. بالمناسبة الليلة مزبطين سهرة، بشو قولا؟ شو في زبون مدهر؟ خروف مرتب مهبر هبر. سأل الله أيام زمان، من وقت ما سرقلوه العزو على القلعة لهلأ ما لعبنا دابة. ماشي الحال، أنا موافق، بلكي بنعود شوي من الخسارة. لعينيك معلم، والله حل المصاري الطف من جيب تقطف. هون هدول وحضرنا العرقات والحباشات حتى تحلى السهرة أكثر. لعينيك معلم، وأحلى عرقات تخدم شواربك. درتي هاي القماشة قماشة تفتة هندي، يعني قماشة تقيلة كتير كتير وعلى كيف كيفك. ايه بعرف تقبريني، بعرف انها تقيلة كتير، لكن شو هاي هدية الباشا لإلي. حتى تعرفوا الناس مقامات مو بس بالأصل والنسب والحسب، لا بالخلفة كمان. اي والله يا بنتي، يلي معه بيرش سكر على السمنة، ويلي ما معه مثل ام طلعت شو بتساوي حالها يعني. يبليها بقتلها، لا تجيبي لي سيرتها. قال جايبت لي 5 تضرع حفاضات وعم تتباهى فيهم قدام النسوان. هلا مو حديثنا. القمايش شو بدنا نعمل فيهم؟ بدك تعملي لي تفصيله الي ولبناتي. ايوه الك ولبناتك. طيب تكرم. فهمت افتكار. يلا ما في مشكله، ساوي لك شي فستان. بدك تخلي لي اياك يا رب. ما في منك انت. ايه وانا ساوي لها لفريال، مو خسارة فيها. ايه تكرم عينكم. احكوا. هاي سيدو، أنا علي بهدول. يا سيدي وأنا راح. وأنا كمان أجيت. وأنا كمان جيت، تفضلوا، افتحوا لنشوف. شو هاد يا فارس؟ شادد حيلك اليوم كثير. يلا لنشوف حصنا. كأنه جاي معك. يا سيدي وهي ورقي. كبوا وراكم أنت وياه. أنا ختيار، تفضلوا. شو بنا أبو فوارس؟ شو نسيان إنه في رقيب رابع؟ إيش؟ قص؟ يا لعنة أبو هالحظ هاد، مو معقول، مو معقول يا جماعة. يلا بسيطة أبو الفوارس، طول بالك، طول بالك. يعني على طول بيجي الحظ معك، يوم لك يوم عليك. ماشي الحال، فت لشوف، فت من أول وجديد. إيه؟ يلا. خود. خير الله يا حبيبة قلبي. انتي
اللي قلي نشأت بسرعة بخاف أبي يجي وشوفنا واقفين مع بعض. لا طمني، أبوكي ما رح يقدر يجي لهون منوب، بعدته بأمي أمنية. إيوة طب بركض، أنا حدا مرق بالحارة وشافنا واقفين مع بعض. كمان ما حدا رح يقدر يمرق من هون بنوب بنوب. يو شلون يعني؟ وين حدا؟ إيوة أنا شايفك هون. وين حدا؟ احترامي سيدي. الله يوفق ان شاء الله باحترامك. يخرب بيتك لك، الله يلعن الساعه يلي نقلوك لعندي. ايه سيدي. لك ضراب السخن، ليش تارك محلك وجيت لعندي؟ سيدي جيت اسالك انا اذا كمشته. ما كمشته، كمشته انت؟ انا ما كمشته. ارجع لمطرحك بركدا، اجا هلا وما كمشته. ماشي سيدي، انا رح روح واقف محل ما قال لي. ايه سيدي بركي ان شاء الله هيك بكمشه وباخذ اجازه ومكافاه كبيره كثير. ان شاء الله بخلص منك على هوا سبب انضرب على مطرحه. احترامي سيدي. نعلي نعلي. حاضر سيدي. يخرب بيتك. وين حدا؟ خير حضرة الشاويش. وين رايح؟ دلهم رايح على بيتي. يعني لوين رايح؟ وين بيتك؟ بآخر الحارة على إيدك اليمين. خير في شي؟ إيه ممنوع ارجع. شيخ شلون ممنوع؟ ما فهمت. عاملين نحن كمين لمجرم خطير، ممنوع تمر من هون، ارجع. يا لطيف يا لطيف، وأنا شلون بدي أوصل على بيتي؟ والله مو شغلتي، نط من فوق الأسطيح. شو عرفني؟ إيه من فوق الأسطيح؟ إيه. لا ما رح نط من فوق الأسطيح، رايح روح نام بورشتي أحسن لي يا بي. عين العون. الله معك. الله معكم، مع السلامة. مع السلامة. أيوه تفلع هالنمرة سيدي. عجبك بالله؟ شو بيعرفني؟ لك روح على محرسك خلصني بقى. وين سبب؟ وين أنا بنادي؟ لك هني. احترامي سيدي. احترامي روح. يخرب بيته، لك شو هالفهيم؟ الله لا يوفقه اللي سماك فهيم، إيه؟ وينك؟ شفتك خواف عندك؟ تفضلي مني هالوردة يا وردة حياتي. اسلموا ايديك نشأ. ايديك يا قلبي. فتحية بدي اسألك، انت اللي ساويتي القهوة ما؟ ايه انا ساويتها، وسويتها مثل ما بتحبها انت، حلوة. بس الباشا حطيت له ملح بدل السكر بفنجانه. مشان هيك كان كل ما عم يشف شفه يتشردق ويبظ عيونه لبرا بظ. يعني لأنه الباشا بده يشربك القهوة على كيفه؟ لك فاشر بعينه، إذا هو الباشا أنا اليوز باشي. لك فتحية؟ يا عيون فتحية. لك فتحية، أنت حلم حياتي، أنت أميرة أحلامي. يوه نشأت، أنا ماني قد هالكلام الحلو هاد. الله وكيلك، كل شي عم بحكيه من قلبي. أول ما شفتك دغري فورا دخلتي لقلبي لجوا. وأنت كمان شغلت قلبي وعقلي مع بعض. دخيل قلبك، لك تقبري قلبي إن شاء الله، تكفنيني. عيد الشهر ما تحكي هيك نشأت. والله والله لأخرب بيتك يا أبو نقلي. بدك تفضحني بين أهل حارتي أنت واليوز باشي؟ لك أنا مشان أستر على بنتي انفضحت أنا. العمى كل شيء ولا يوصل الخبر للشهويش. لك بيعود بيبطل يجوزني بنته. لازم اتحرك، لازم. الله لا يوفقك يا يوز باشي نشأت. لك أنا بفرجيك. زيارة الباشا اليوم لعندي على البيت فادتني كتير. هيك صار إلي هيبة قدام اليوز باشي، وصار يحسب لي ألف حساب. وهالسنات شو لازم ساوي فيه؟ شايفوا هذا الباشا؟ شبو يا بي؟ كان أبوه شفت مرابع يشتغل عندي بالأرض. بزماناته دينته 3 ليرات دهب. يا بي أنت دينت أبوه للباشا 3 ليرات دهب؟ إيه إيه، مشان يشتري بيت يتقوى فيه هو ومرته وولاده. بس لما صار موظف بالحكم دارية أكلون علي وما أعطاني إياه، مع إني كتبته سند أماني نظامي فيه.
بس ما اعترف عليه. ليش ما اشتكيت عليه يا بي؟ لمين بدي اشتكي لك ابني بعد ما صار مسؤول بالحكم داريه؟ بس هلأ صار معه مصاري كتير يا بي. سبحانه ويمد الظالمين مدى، صدق الله العظيم. يخرب بيته شو ما بيخاف الله. بقى يا بي لا تشد ظهرك بالباشا، هذا طالع لأبوه. يا بي ما كان لازم تسكت عن حقك، حكى الحال إيش كان أنت سكتت عنه ما رح أسكت. إيه شو عليه؟ المي بتكذب الغطاس. شرف وهي سند الأمانة، ورجيني شو راح يطلع بإيدك يا فكري يا فندي، ورجيني. وحياة عيونك يا بي راح يطلع بإيدي، إش كان هو الباشا أنا فكري ابن أبزهتي ولا تشوف بعينك. إيه بكرة بيدوب التلج وبيبان المرج. شرف شرب قهوة. يسلم وديات. وهلأ إجا الوقت يلي رجع فيه حق أبي من الباشا. يلا ايش اليوم؟ ها؟ ايوه قاعد اليوم. شو؟ حكي مين؟ احكي. تفضل. يلا وانا معكم. تكرم عمي ابو الفوارس. يا سيدي هاي وفوقهم هدول كمان، اللي بيحب يجي اهلا وسهلا، اللي ما بيحب يجي الله معه. وانا اجيت. ها وها لعيونك. شوف وراك وخير. شوف وراكم. تاح انت برا. وانت برا. عن ابو هالورق هاد. يلا عن ابو هالورق هاد. تزبط معك والله يا زلعون. ان شاء الله صحتين وعافيه. شو هالحظ هذا معقول؟ صحتك اخي. انا اذا كان ما عبيت الطاسه منيح ما بعرف العب. بسيط. صحتكم. صحتكم. صحة صحة من اخوان. عن حق ابن عمي؟ لك انا عم بمزح ام شكور؟ شو بنا؟ يعني يا بي الباشا سمح لك انه انت تفتح الدكان؟ طبعا سمح لي افتح الدكان واشتغل فيها كمان. والله العظيم هذا احلى خبر سمعته. مشان شكور؟ شو مشان شكور؟ ايمتى بده يطالعوه من الحبس؟ لا يكون لك فكره يا ام شكور، وعدني انه رح يطالعوه. يعني ايمتى؟ بهاليوم بهاليومين ايمتى؟ يعني عن قريب قريب، لا يكون لك فكره، خلص باذن الله بده يطلع. يعني ايمتى تقريبا؟ ما فيك اللي وقت يعني ام شكور؟ الله يوفقك. شو بنا ام شكور؟ حاجه نق وسق بقى، خلص قلنا لك وعدنا انه رح يطالعوا عن قريب. هاي الشغلة بدها توقيع وبدها خطومة وبدها شغلات كثيرة، مو مثل ما انت فكرتيها. خلص رح يطلع يعني رح يطلع. ايه ان شاء الله يعني، بس ايمتى رح يطلع يعني؟ اوه علينا. ام شكور ام شكور لا تنزلي بدني، وعدني انه يطالعوا. تا والله يا ابي وطلع لك كلمة عند الباشا. لكن لا تعرفي انه ابوك الحلاق ابو شكور كلمته ما بتصير تنتين عند الباشا. لكان يا مو لكان، هذا ابوك ابو شكور الحلاق اللي على سنه ورمح. بهي صار بدها حفله كبيره يا بي. شو ما سمعت؟ ليش بدها حفله كبيره؟ شو هالبعثة هاي؟ امي من وشي، امي زاوي لي كاس شاي. امي حاضر يا بي. ادي انا وياك. يا حصلتي عليهم، ما بيعرفوا مين ابوه. ما بتعرف مين جوزها؟ لك انا الحلاق ابو شكور، حلاق البشوات. انا رح ابعث لك كل الطلبات اللي طلبتيها مع عطريس. لك الله يسلم ايديك يا تاج راسي. بتقبرني؟ انا كيف عم اقول اذا فيني اليوم بس اجور اهلي. لا لا ما في مجال، لا تروحي. ايه تقبرني بس انت قلت لي وانا فيني روح اذا انت سمحت لي يعني. لك ما بكفي ابوك فضحني عن رئيس الكراكوني وقال لهم اني متجوزك. ليش شو فيها اذا عارف ابن عمي؟ بتعرفي اذا انتشر الخبر بالحاره؟ انت ما عاد لك قاعده عندي هون بنوب، فهمتي؟ يو وانا شو دخلني تقبرني؟ لا دخلك. وابوك خرب الاتفاق اللي بيناتنا وفشل سر؟ ها؟ ايه بس يعني لا خليكي باركي على يطائك، لا تحكي ولا كلمه.
لحتى اعرف شو بده يصير معي بهالفضيحه اللي هي سببتوا لي اياها. الله لا يوفقك ولا يوفق اهلك. في يا عمتي ما في اسهل من كلمه الطلاق بلسانك. لازم اعمل مثل ما قالت لي. الله يخرب بيتي. طولت امبارح بالسهره ابن عمي؟ لا مو كثير. شلون يعني مو كثير؟ انا ضليت عم بستناك لاذان الفجر وحضرتك انت ما شرفت. شو رايك بصار خانه ومعد لك في البيت وحط ملايه على راسي وما اتحرك غير من الشوره؟ لا تقبرني انا مو اصلا. وصال ضبي لسانك وما تتدخلي بامور غيرك، فهمتي؟ انا حر، بروح ما بروح، بتاخر ما بتاخر، ما تتدخلي فيني، فهمتي؟ فهمت فهمت ابن عمي. بس يعني انا لازمني مصاري. لشو المصاري؟ بدي انزل على السوق، لازمني شوية غراض. ولشو الغراض؟ يا ابن عمي، وانت من ايمت كنت تسألني يعني؟ اجليها شوي، هلا ما معي مصاري. شلون يعني ما معك مصاري؟ وين شغل الحمام؟ الشغل دائر، طولي بالك علي شوي. والذهبات يلي اخذتهم من اخوك؟ هدول مستحيل مد ايدي عليهم، مخبيهم، بركضر مرته جابت صبي. ساعتها بجوز طالبني من حق البيت، فهمتي هلا؟ فهمت ابن عمي فهمت. انا رايح على الحمام بس ما صحي الاولاد خليه يلحقوني. امرك ابن عمي. تفضل. الله ييسر امورك يا حق. مع السلامة. الله يسلمك. لك يا عم شوم عليك. وين بدك تودي وشك إذا عرف ولادك؟ آه؟ بس يا عم شوم. شرف مختار، وهي رزقة سهرة مبارح. بس هدلوزكو؟ ايه مختار، يعني لا تنسى انه لسه الباشا بده ياخذ حصته، والشباب اللي عم يشتغلوا مع مني بده ياخذوا حصتهم، يعني انا ما بيبقى لي من الجمل الا ادنه. بسيطة ماشي الحال، بس ويلك عليك منه لو فارسها، لساته مليانه بالدلي. امرك مختار، راح افضي لك اياه على الاخر. ولا تخاف من حدا، خلي قلبك قوي، انا معك وبصفك. لعينيك مختار لعينيك. أودعنا. الله معك. مع السلامة. يلا. ناح ناح. والنقوط اللي جابوا الباشا يا ابن تحسين شي بياخد العقل؟ ولا الحرير؟ الحرير الأصلي ولا الحلو؟ لا تقولي لي لا تقولي لي، كل شي مو أطيبه. معلوم حكمة خانم، هذا الباشا يعني مو معقول يجيب حي الله. مو مثل وصال ومطلعات. ام تحسين لا تجيبي لي سيرتهم هدول الاثنين، بنزلزل بدني. ها حكمة خانم، شو سبب زيارة الباشا؟ يو شبكي ام تحسين؟ شو نسياني انه انا جايبة توم بنات بياخذوا العقل؟ يعني بس بنته كوثر اجت وقامت بالواجب وما قصرت، ومو من عادة الرجال يجوا وينقطوا، هي شغلة النسوان. ام تحسين انت اللي ما بتعرفي انه ابي كان رفيقه لابوه للباشا، والباشا نفس الشيء، وابي له عليهم افضال كثير، فاجى لحتى يرد له جزء صغير من جمايله. ايوه بس هيك حكمة خانه؟ ايه بس هيك. انت حسين شبكي مستغربه؟ شو نسياني انه انا حكمة خانه ولا ما بيلبق لي؟ لكو ما بيلبق لي. لا 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 العفو العفو، مو قصدي هيك يعني. طبوني شلون صغار ان شاء الله بنام. ناح ناح. محتار أنا كيف بعيش، ضايع بين كيف وليش وحدي.